استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم رعاه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مساء يوم أمس في قصر الصخير أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة الذين نقلوا لجلالته تحيات وتقدير قادة دولهم وأطيب تهانيهم وتمنياتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على جلالته بوافر الصحة والخير والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالتطور والرفعة وعربوا عن جزيل شكرهم وتقديرهم وبالغ اعتزازهم بالدور الرائد لصاحب الجلالة وجهوده الكبيرة في ترسيخ علاقات البحرين مع بلدانهم والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك المثمر لتحقيق المنافع المشتركة وخلال الاستقبال رحب جلالة الملك المعظم حفظه الله بسفراء الدول الشقيقة والصديقة وتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة مشيدا حفظه الله بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ببلدانهم وعرب جلالته عن تقديره للجهود المقدرة التي وصل بذلها السفراء لتطوير وتنمية مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين وبلدانهما الشقيقة والصديقة في ظل الحرص المتبادل على تحقيق كافة الأهداف والتطلعات المشتركة مؤكدا يده الله أن المملكة تحرص على بناء علاقات طيبة وشراكات متينة مع مختلف دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة بما يعود بالخير والنفع على الجميع منوها جلالته في ذات الوقت بدور مملكة البحرين الريادي الذي تميزت به على مر العصور في ترسيخ مفاهيم التعايش والتسامح والسلام والاعتدال ومد جسور التواصل وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين أتباع الأديان ومختلف الثقافات لخير شعوب البشرية وتقدمها